سنتلقى خبر قبل الاجتماع بقليل، لأنني أصبحت أعرف يعني استراتيجيات أو الطرق التي يعملون بها في يتم توقيف العمولة فيه يعني من يوم الذي تم يعني توقف الربو على مكان 144 دولار. السلام عليكم، في هذا الفيديو سأقدم لكم معلومات مهمة بخصوص الإي آي ماركتينج الإخوان، وهذا سيكون من حسابي الشخصي بطبيعة الحال، وهذه المعلومة تضم الإي إم بي نتورك أيضا والإي آي ماركتينج. تابع من الفيديو حتى النهاية، وقبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل دائما بكل ما هو جديد مباشرة إخوان إلى الموضوع. بدايتنا الإخوان كما تعلمون فسيكون لدينا اجتماع يوم 23 نوفمبر 2021، يعني يوم الثلاثاء مع 6 أو 7 مساء بتوقيت فرنسا. أولا تم تحويل الأدس بالانس الخاص به إلى أدفيستينج بادجيت. أيضا لدينا بعض المعلومات بخصوص العمولات، سأريكم الإخوان يعني متى قمنا بالشحن. إذا ذهبت إلى قمنا بالذهاب إلى التوب أب، ثم قمنا بالتحديد هنا التوب أب ستوري، سنرى هنا أن قمنا بإعادة استثمار الكاش باك يوم 7/11/2021، يعني قمنا بإعادة استثمار 100 دولار الإخوان، واليوم تم يعني تنزيل 100 دولار إلى حسابنا إلى الميزانية الإعلان. إذا قمنا بعمل عملية حسابية يعني من 7 في الشهر إلى يوم 19 في الشهر، يعني أكثر من 10 أيام، وهذه 100 دولار يعني بقيت جامدة في هذا المكان. بالنسبة للأشخاص الذين يسألون عن عمولات، يقول لي مثلا إذا توقف الربو مثلا هل سأستفيد من العمولة أم لا؟ سأقوم بالإجابة عليك في هذا الفيديو الإخوان وبالدلائل. عندما يتوقف الربو الإخوان فالإي آي ماركتينج تحتسب لك العمولة. إذا قمنا بالذهاب إلى الكاشباك هنا سنرى أن جميع الأيام هنا تحتسب العمولة، يوم 18 يوم 17 يوم 16 إلى يوم 19 كما ترى هنا جميع العمولات محسوبة في هذا المكان. لكن الاي ام بي نتورك يتم توقيف العمولات فيه يعني من يوم الذي تم يعني توقف الربو عن العمل. إذا قمنا بالذهاب إلى الاي ام بي الإخوان وقمنا بالذهاب إلى الاي ام بي وقمنا بالذهاب إلى أسيت، إذا قمنا بالذهاب إلى الام بي نتورك الإخوان سنجد هنا أن الرصيد لدي هنا تقريبا 672 دولار، وقمنا بالضغط هنا على اكتيفيتي ثم قمنا بالذهاب الى الاي ار تي ان، هنا سيظهر لنا يعني الامور. انظر الاخوه، الامر الذي اريد ان اقول لكم الان توقف ظهور العمولات في الاي ام بي نتورك من يوم تم توقف الربو عن العمل في الاي اي ماركتينج. انظر هنا اخر عموله اخذته هو يوم 11 في 11 يعني 11 نوفمبر 2021، توقفت العمولة إلى اليوم تقريبا أكثر من 8 أيام أو 9 أيام حتى يشتغل الروبو. لكن عندما يشتغل الروبو هنا، إذا قمنا بالذهاب إلى هذا المكان قمنا بالضغط هنا على My Advertising، ستجد هنا أن الروبو لدي هنا أتول، الروبوت الآن في العمل. عندما عاد الروبو للعمل مباشرة تم احتساب جميع هذه العمولات التي كانت لدي هنا في اي اي ماركتينج. اذا قمنا بالنزول الى الكاشباك هنا تم احتساب هذه العمولات الاخوان من يوم 11 الى 19 تم احتسابها جميعها وتم اضافتها في يوم واحد وهو في هذا اليوم نوفمبر يعني 19 نوفمبر 2021، ومجموع هذه العمولات كان 144. يعني هذا الجواب الاخوان الذين يسالون عن الامر الخاص بالاي اي ماركتينج. خلاصة هذا الامر، عندما يتوقف الروبو لديك في الاي اي ماركتينج العمولات تنزل في الاي اي ماركتينج بشكل عادي جدا، لكن لا يتم احتسابها في الام بي نتورك حتى يتم تشغيل الروبو. عندما تقوم بإعادة تشغيل الروبو كما ترون تم تشغيل الروبو الخاص به في هذا اليوم، لأنه تم سحب يعني المبلغ من أدس بالانس في هذا اليوم يعني بعد أكثر من 10 أيام، مباشرة يتم احتساب جميع العمولات الذي يعني مرت في الأيام الذي كان فيها الروبو متوقف في الاي اي ماركتينج، يتم احتسابها وإضافتها إلى الحساب الخاص بك في الام بي نتورك كما ترى في هذا المكان 144 دولار. ولن تجد هنا يوم 11 كما ترى في هذا المكان. انظر إذا قمنا بالنزول الأسفل لدي هنا مثلا، إذا قمنا بالنزول الأسفل هنا لدي يوم 7/10/10 لدي 10 أيضا 10/11 يعني 11 في الشهر وما إلى ذلك. لكن يوم 12 لم نجد يوم 12 و13 و14 إلى غاية 19 حتى تم تشغيل الروبو مباشرة في الإي آي ماركتينج. مباشرة تم احتساب جميع العملات
وتم جميع العملات وتم إضافتها في حسابي على الإم بي نيتورك. يعني هذه معلومة مهمة يجب على الكل أن يعرفوه، خصوصا الإخوان الذين هم مهتمين بالعملات. يقول لي صديق قام بالشحن عن طريقي لكن لم أتوصل بالعملة. إذا كان الروبو الخاص بك متوقف فلن تتوصل بالعملة في إم بي حتى يتم تشغيل الروبو الخاص بك. يعني هذه أولا هذه معلومة. ثانيا إخواني يجب عليكم أن تضعها في الحسبان حتى تعرف ماذا يحدث ولا تكون تائه في هذه الأمور. يعني الأمر الآن أصبح واضح جدا. بالنسبة للموقع هناك الكثير من الأسئلة صراحة، إذا قمت بالذهاب إلى الفيديوهات التي تحدثنا فيها عن الإي آي ماركتينج هناك الكثير من الأسئلة صراحة تحوم وتدور بخصوص هذا الموضوع. الإخوان هناك من يسأل يعني ماذا عن إي آي ماركتينج، متى يرجع وما إلى ذلك. صراحة أشكر الكثير من الأشخاص الذين يدعمون القناة سواء يعني باللايك وأيضا بالاشتراك وبالبارتج أيضا وبالكلام الجميل مثل هذا الأخ ونظر الكلام في الصميم. نشكرك على مجهودك دائما، نتبع نصيحة جزاك الله خيرا، أنت إنسان صادق. شكرا أخي الكريم، شكرا جزيلا. هناك الكثير من الأشخاص صراحة يدعمون القناة وأيضا يشجعون يعني دائما التحدث على الاي اي ماركتينج. يعني رغم أن اهتمامي الكبير بالعملات الرقمية لكن تبنيت صراحة هذا الموقع وأخذت أتحدث عليه. هناك من قال لأن لا أحد يتحدث على هذا الموقع إلى حد الآن إلا أنت. يعني هذا الأمر الإخوان، يعني أين المشكلة؟ إذا كنت أنا بوحدي أتحدث عن الإي آي ماركتينج ولا زالت كثير من الأشخاص تتحدث بخصوص هذا الموقع. لأن الإخوان هذا الموقع موقع رائع جدا صراحة، سيفتح الأفق الكثير من الشباب. أتمنى الإخوان أن يرجع أو يقوم باسترجاع الدفعات في أقرب وقت ممكن. يعني لا يمكن أن ينكر الشباب يعني أو ننكر يعني فضل هذا الموقع صراحة. هذا الموقع مربح جدا للكثير خصوصا للمبتدئين الذي ليس لديهم خبرات مثلا في التداول أو خبرات مثلا في التعامل مع مثلا التجارة الإلكترونية أو يقوم بالعمل في الدروب شيبينج أو يقوم بعمل مثلا في خدمات مصغرة في الفايبر أو في خامسات أو في يوديمي مثلا أو بيع كورسات أو تسويق الإلكتروني أو شيء من هذا القبيل. إخوان الذين ليس لديهم مثلا هذه يعني الخبرة لا يستطيعون أن يعملوا المال بسهولة من الانترنت، لكن هذا الموقع يسهل عليهم الأمر. لهذا الإخوان كما نقول بالمغربية يعني ما تاكلش الغلة وتسب الملة. فضل هذا الموقع الكثير صراحة، والكثير من الأشخاص ربحوا من هذا الموقع ونتمنى رجوع هذا الموقع. أشكر جميع الأصدقاء الذين يشاركون يعني رأيهم في التعليق باحترام، فشكرا لكم الإخوان جزيل الشكر. أيضا شكرا لكل من يدعم هذه القناة سواء باللايك أو بالبرتاج أو أيضا بالتعليق الجميل، يحفزنا للاستمرار في هذا يعني المحتوى. الإخوان ماذا أريد أن أقول لكم الآن الإخوان، يعني توقعاتي بخصوص هذا الموقع. أنا أعتقد الإخوان أننا يعني سنتلقى خبر قبل الاجتماع بقليل، لأنني أصبحت أعرف يعني استراتيجيات أو الطرق التي يعملون بها في الإي ماركتينج. الآن الإخوان بما أن يعني تقريبا هذا الأسبوع أو أسبوع ونصف تقريبا يعني الأمور كلها صامتة، لا يوجد لا بيان رسمي، لا يوجد لا يعني شيء في يعني القناة الرسمية الخاصة بهم. لكن ماذا سيحدث الإخوان عندما يقترب موعد الاجتماع؟ لدينا الاجتماع يوم ثلاثاء في 23 نوفمبر. ماذا سيحدث عندما يقترب موعد الإخوان؟ سيقومون بنشر تحديث معين أو سيقومون ب يعني مهم أنهم سيعملون شيء، سيكون هناك خبر أو سيعملون تحديث معين أو سيقولون أن السحوبات أو الدفع تم، يتحدث الدفع أنه يمكنك أن تقوم بالسحب الآن. مهم أنهم يظهرون أنهم يعملون شيء ما، يعني سيقومون بوضع تحديث معين قبل الاجتماع بقليل، حتى بيوم يومين أو بساعة قليلة أو في نفس اليوم. مهم سيكون هناك خبر قبل الاجتماع الإخوان، ولننتظر ونرى ماذا سيحدث يوم الثلاثاء. يعني كل يوم أي تحديث أو شيء يقدمونه قبل الاجتماع سيقومون بتأجيل الاجتماء إلى يوم السبت أو إلى يوم الأحد. هذا الإخوان وجهة نظر وتوقعي الخاص يعني بناء على السلوك الخاص بالمشرفين على الشركة أو الفريق الذي يعني يقوم بإدارة الشركة. هذه وجهة نظر حتى لا يأتي شخص ويقول لي من أين لك هذا. كل يعني يمكنه أن يقوم بتقديم وجهة نظره في أسفل هذا الفيديو. أريد منكم أن أرى يعني ماذا يعني ما رأيكم في هذا الكلام. هل فعلا سيكون خبر يعني قبل الاجتماع؟ هل فعلا سيكون خبر جميل في الاجتماع نفسه؟ هل سيتم تأجيل الاجتماع؟ إلى نصيحة الأخيرة، لا تنسوا الاستثمار في العملات الرقمية. هذا مرة نشرها في هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط على الزر لايك وإذن الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا دائما بكل ما هو جديد. كونوا متفائلين والسلام عليكم.